او تتصرف، اي حد فيكم عنده انفلونزا، عنده سخونيه، عنده برد، يروح يخش على القسم يعدي عادي، واحد يعدي يروح النيابه، يعدي يروح محكمه. يا سلام لو عسكري ويقدر يخش وزاره الدفاع يسلم على الساده اللواءات بتوع الجيش والشرطه والساده القيادات بتاع الجيش والشرطه والقضاء، رجال الاعمال السيسويه، الفنانين، مدينه الانتاج الاعلامي. يا سلام لو في ناس ضد الانقلاب العسكري شغالين في مدينه الانتاج الاعلامي وقال لهم دور برد بس، اي حاجه سخونيه برد اي حاجه، خش وسلم عليهم كلهم. اذا كنت فعلا مصاب بكورونا فانتقم، انتقم لنفسك، انتقم لعرضك، انتقم للناس اللي في السجون، انتقم للناس المظلومين. خش انت ليه تروح لوحدك؟